كاب كات بي سي صار مقرف في الفترة الأخيرة، حتى أبسط الأدوات والفلاتر صارت تحتاج لإشتراك كاب كات برو. لذلك بهذا الفيديو راح أعطيك طريقة بتمكنك أنك تستخدم معظم أدوات كاب كات برو مجانا. الحذف لحاله ما بيكفي، لازم تحذف كل الملفات المتعلقة بكاب كات. عشان تسهل على حالك وما تحذف الملفات بشكل يدوي، تقدر تستخدم برنامج مثل ريفو أن إنستولر إذا كنت تستخدم ويندوز. طبعا كل الروابط اللي راح تحتاجها موجودة في الوصف. أنا بستخدم ماك حاليا، فاستعملت كلين ماي ماك. بعدها راح ننزل نسخة قديمة، لأنه في النسخ القديمة كل أدوات والفلاتر كانت مجانية. لذلك راح نروح على موقع Up to Down ونختار Older Version. للويندوز النسخة المجانية راح تكون لحد 4.1.0، هاي النسخة المجربة وشغالة مجانا 100%. بعد هيك صار موضوع الكاب كات برو وصار كل إشي باشتراك. بالنسبة للماك النسخة اللي محتاجها 1.2.0. حمل النسخة المطلوبة واطفي الواي فاي مباشرة بعد التحميل. بالنسبة للويندوز لازم تطفي الواي فاي قبل ما تبدأ التثبيت، عشان إذا كان واي فاي شغال راح يشغل التحديث التلقائي، وهالشي ما بدنا إياه. لكن إذا كنت تستخدم ماك، كل مطلوب منك أنك تنقل تطبيق الكاب كات لفولدر الابليكيشنز. بعد الانستوليشن ما يكمل هيك صار عندك نسخة مجانية دائمة. مبروك يا وحش. بالمناسبة في بعض مزايا الذكاء الاصطناعي مش موجودة في الإصدارات القديمة، بس هاي النسخة مجانية 100%، فبتقدر تخليها دائما عندك وفيها كل الأدوات والفلاتر المطلوبة عشان تعمل فيها فيديوهات احترافية بسهولة، خصوصا لمحتوى السوشيال ميديا. إذا فادك الفيديو ادعي لي من قلبك. سلام.